أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. وقلنا إن هذا السؤال الثالث الذي سأله قريش حينما حمله لهم وفدهم عن اليهود، والسؤال الأول عن قصة أهل الكهف، السؤال الثاني عن الروح، السؤال الثالث ويسألونك عن ذي القرنين الرجل الطواف الذي طاف بالشرق والغرب. ومادة السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن أخذت حيزا كبيرا فيه، فقد ورد لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم من القول 16 سؤال، واحد منهم بالفعل الماضي وإذا سألك عبادي عني، و15 بالفعل المضارع يسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن ما ينفقون قل ما أنفق قل العفو، سؤال تاني ده، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك ماذا أحل الله لهم، يسألونك عن الساعة، وأيضا يسألونك عن الساعة 3 مرات، ويسألونك عن الساعة 3 مرات، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الروح، يسألونك عن ذي القرنين، يسألونك عن الجبال فكل ينسفها ربي نسفا. 15 سؤال بالمضارع وواحد بس بالماضي. إلا أن الجواب في هذه الأسئلة مختلف وكلها صادر عن الله الحكيم، فلا بد أن يكون اختلاف الجواب في كل سؤال له ملحظ. الأسئلة دي الأسئلة جات له من الخصوم، لكن باقي الأسئلة جات من المؤمنين. السؤال من المؤمنين لرسول الله، وقد نهاهم أن يسألوه حتى يبدأه، إلحاح منهم في معرفة تصرفاتهم، وإن كانت في الجاهلية إلا أنهم يريدون أن يعرفوا رأي الإسلام فيها، فكأنهم نسوا حكاية عادات الجاهلية وعايزين يشرعوا كل ايه كل حاجة على وفق الايه الاسلام. الجواب في هذه الاسئلة يأتي مرة بقل ويأتي مرة واحدة بغير قل، في 15 قل وفي واحدة بس ما فيهاش قل. 15 اللي فيهم قل واحدة منهم بالفاء وواحدة والباء 14 من غير الفاء، يبقى الجواب على الأسئلة التي وجهت لرسول الله إما أن يكون الجواب قل أو مفيش قل، مفيش قل حاجة واحدة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، والباقي قل. قل قسمين، قسم وردت فيه الفاء وتلك آية واحدة، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، والباقي ما فيش ايه قل من غير فاء. ايه الحكمة؟ قال لك حين يقول الحق قل يبقى هو ذا الجواب، وسئلوا بالفعل، كل ما يكون فيها قل وحدها من غير الفاء يبقى سئله رسول الله بالفعل، وحين تأتي بالفاء سؤال لم يسأل ولكنه سيسأل، فبيقول وإذا ويسألونك عن الجبال، هم ما سألوش لسه، كل ديك سألوه بيجاوب. إذن فالسؤال الجواب إما لسؤال وقع بالفعل وإما لسؤال لم يقع ولكنه سيقع. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ليه جاب الفهنة؟
قال لك لأنه ما سئلش. فلما يقول له بالفاء يعني فإذا سألوك فقل، احتياط لجواب عن سؤال يقظ. وفيه برضو حاجة ما وقعتش ويمكن تقع ويمكن لا تقع، لكن ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذا سألوك، لكن ويسألونك عن الجبال فقل، الفين دلت على أن السؤال سيحصل بالفعل. إذا سألك يمكن يسألوك ويمكن ما يسألوكش، لكن الراجح أنهم هيسألوك. أدي الفيه وأدي عدم الفيه. طب عدم ذكر قل لا بالفيه ولا بغيرها؟ قال لك وردت في آية واحدة وهي قول الحق وإذا سألك عبادي عني، ما قالش لا قل إني قريب ولا فقل إني قريب، مع أن إذا كانت عايزة كده إذا سألك عبادي عني فقل، فقل إني قريب. أو ليه ما قالها شيء؟ قال لك لأن السؤال عن الله أراد الله أن يجيبهم فيه بانتفاء الواسطة من أحد. ما قلتش إذا سألك عبادي عني على طول كده، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا إذا دعا. تلك مادة السؤال. هنا بقى ويسألونك عن ذي القرنين. إحنا قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما يأتي بالقصة غير مشخصة يبقى المراد أن تكون نموذجا وأسوة يحتذي بها كل أحد، وإلا لو شخصت يبقى هي دي خاصة به ولا تنفع في غيره. ولذلك ضربنا المثل في سورة تحريمنا بيقول وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ما قالش هم مين، من هي دي ومن هي دي، لأن المراد تشخص عدم تشخص المثل، بمعنى أن نبيا ورسولا لم يستطع أن يهدي امرأته. تبقى المرأة لها استقلال عقدي، ما هيش تبيعة، ما فيش ولاية للرجل على المرأة في هذه المسألة، أهو رسول وما قدرش إياه. وامرأة فرعون ضربها للمؤمنة، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، مين هي؟ ما قالش عليها. ليه؟ لأنها مش مشخصة، عشان يقول فرعون الجبار الذي ادعى الألوهية لم يستطع ان هو يجيب مراته وياه. يبقى اذا برضو العقيدة الإيمانية للمرأة حرة فيها، مش تبع الحد لا إيمانا ولا كفرا. لكن حينما قال ومريم جاب اسمه يا مريم، ومش بس اسمه، ومريم ابنة عمران، تاريخ نسب سلسلة. ليه؟ قال لك لأن ما يحدث لمريم في المسألة لا يحدث لغيرها أبدا من بنات آدم، فشخصها. إذا حين يشخص يبقى معناها أنها ما تنفعش إلا من دي، لكن حين لا يشخص يبقى تنفع لكل واحد. قلنا فتية أهل الكهف، ما قالش أسميهم ولا قال بلادهم ولا قال زمانهم، عشان يقول لكم أن مسألة أهل الكهف صالحة أن تكون أسوة لكل فتيان في أي زمان في أي مكان بأي أسماء بأي عدد. هذه تشيع. لو شخصهم كنت تقول لا ده دي مخصوصة بهم من هاش. هنا ويسألوك عن ذي القرنين، ما قالش هو مين، هو من ذي القرنين، جاب الوصف بتاعه اللي بيسموه ذو القرنين. قرنين لأن تاجه كان له بتاعتين كده، ولا قرنين لأنه راح لقرن الشمس في الغرب، ولا قرن الشمس احنا نقول حتى إذا بزغ قرن الشمس، مش بنقول كده في التعابير، يبقى ذي القرنين يعني راح الغرب وراح الشرق. مين هو؟ أهل العلماء بقى قعدت تقول أهو الإسكندر المقدوني، لكن ده الكلام هنا عن رجل مؤمن، أما من آمن وعمل صالحا فله وله وله. والإسكندر المقدوني كان وثني، وتلميذ أرسطو الفيلسوف اتنفت دي. طيب الراجل بتاع زي كرب بتاع اليمن، ولذلك يسموهم زي يزن، جد تبع، يا ترى هو قورش؟ فاختلفوا فيه، اختلافهم في تشخصه ملوش لازمة، لأن كنتوا عايزين تشخصوه ليه؟ ده لو شخصتموه لم تنعت العبرة بموضوعه، فسيبوها كده على أنه كل واحد ممكن في الأرض. ما المطلوب من كل ممكن في الأرض؟ المطلوب من كل ممكن في الأرض أن يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، سواء كان الإسكندر، سواء كان قورة، سواء كان زي كرب، ما أي واحد. إذن فتعبهم التاريخ في أنه لو أراده الله أن يعرفه كان عرفه لنا،
ولذلك رحم الله سيدنا الشيخ عبد الجليل عيسى رجح أن يكون قورش لأنه كان رجلا صالحا من فارس، وأخذ هذا الكلام عن أبو الكلام أزاد وزير الهند بتاع المعارف لأنه عمل تحقيق فيه وقال إن هو إيه قورش بتاع فارس. برضو ما يهمنيش هو من ما يهمنيش، أنا يهمنا الإيه، يهمنا الوصف بتاعه، والذي يجازيه يعلم من هو، اللي بيجازيه واللي بيتكلم عنه عالم هو مين. تبقى انا هعرفه انا عبد البؤيه هني ماليش دعوه، انا عايزه اسوه، والاسوه لا تشيع الا اذا كان غير ايه غير مشخص. ويسالونك عن ذي القرنين، عن قصته، عن خبره، عن تاريخه، عن المهمه اللي عملها. قل ساتلو عليكم منه ذكرى. ساتلو شرف ذي القرنين ان ربنا هو اللي يؤرخ له، ايش هذا، ويؤرخ له تاريخ يوجد في القرآن، ويوجد في القرآن متحدى به ومتعبد بتلاوته، ويجيبه كده كده بالشكل ده، ويظل ذكره الى ان تقوم الساعة في القرآن، ويظل اثره فيما عمله اسوة لمن يعمل مثله ومن انتفع بخدماته. كل دي يقولوا على اسكندر ليدل على ان العمل الصالح مذكور عند الله قبل ان يذكر عند القلب. والان اللي حاصلوا عليه، وما دام حاصلوا عليكم اني وقران يتلى ويتعبد بتلاوته وقران محفوظ، لانه لما يعملوا واحد تمثال يمكن التمثال يقع، يمكن يقدم، يمكن يعملوا له مش عارف بيت لكذا ومش عارف يروي، يعملوا له كتاب يمكن يبلى، لا انا هخلد ذكره بكلام ايه، بكلام مني وفي القرآن المتحدى به والمتعبد بتلاوته واللي الناس هيقروا في الايه وانا اللي حافظه، يبقى ده ذكر ايه، ده اي ذكر هذا. والذكر احنا قلنا في القرآن كلمة ذكر بترد ايضا لمعاني متعددة لكنها تلتقي في الشرف والرفعة، في الصيت، في التذكير، في الاعتبار، في التذكر، كل دي ورد في كلمة الذكر. وإن كانت إذا أطلقت تنصرف انصرافا أوليا إلى القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، أهو الآية اللي معنا إن في إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الإيه حافظ. وبعد ذلك يستعمل في أي كتاب أنزله الله، أي كتاب من الكتب الإيه من كتب السابقة. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر، يعني اللي عندهم علم بهذه المسائل، اللي عندهم علم بهذه الإيه. وقد يطلق الذكر برضه بما يتبع هذا من الصيت والشرف والرفعة وتخليد الاسم، لما ربنا يقول للعرب أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، ده حاجة عظمة، أنتوا يكفي إن الكتاب فيه إيه ذكر، ويقول للرسول الله وإنه لذكر لك ولقومك، صيت حسن وشرف ورفع، كون الاسم كده يبقى في الايه، ده احنا قلنا ساعة الاسم ما يجي في القرآن يبقى معناها ايه، انه اسم مدون متعبد به، اسم مدون في القرآن متعبد. ولذلك قلنا القصة بتاعت زيد بن ايه ابن حارسة، حينما زيد بن حارسة كان عبد ومخطوف من قومه وبيع في مكة لخديجة، وخديجة وهبته لرسول الله، فأهله علموا أنه بمكة، فجه أبوه وعمه وراحوا للنبي وقالوا له ابننا عايزين نرجعه، فقال والله خيروه، فإن اختار أن يكون معي أهلا وسهلا، إن اختار أن يكون معكم يبقى يروح وياكم. فلما خيروا زيد قال ما كنت لأختار على رسول الله أحدا. كان النبي حب يكرمه قال زيد ابن محمد، وشاع بأنه زيد ابن مين، أما ربنا عايز يبطل التبني، قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله إيه وخاتم، ما ادعوهم لآبائهم، ما تقولش زيد ابن محمد وإيه وقول إيه زيد ابن حارث، فمين اللي يزعل، ده زيد يزعل بعد ما كان زيد ابن محمد يروح لابوه اللي مرضوش يروح له ويسيب الاسم اللي اختاره وفضله، ولكن الله يجبر خاطر زيد
ويجعل اسمه هو العلم الوحيد في القرآن الذي يذكر في القرآن ويتعبد بتلاوته. فلما قضى زيد منها الزيد قعد بقى في القرآن، يبقى دي أحسن ولا لا؟ ولذلك قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ما اتهمش رسول الله بأنه جار، أقسط يعني اللي عمله رسول الله إيه برضو قسط وعدل. ادعوهم لإيه؟ لآبائهم. فكن كل إذا القرنين ده يجي في القرآن وربنا اللي يطليه دي مسألة شرف إيه؟ شرف كبير، علشان يفهمنا أن كل عمل خير يشاع في الناس مقبول عند الله ومجازا بأمن ربنا حتى يبقي صيته وذكره في الدنيا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، يعني منه مش عدلكوا تاريخه كله، لا حتى ايه حتت منه كده. إنا مكنا له في الأرض. إنا مكن، ما معنى التمكين في الأرض؟ التمكين أننا أعطيناه إمكانيات يستطيع أن يصرف بها كل أموره التي يريدها، لأنه مأمون على تصريف الأمور على حسب منهج الله. إنا مكنا له في الأرض، ولذلك ربنا في آية أخرى يقول ولقد مكنا ليوسف بإيه في الأرض يتبوأ منها حيث إيه حيث يشاء. يبقى التمكين معناها إيه؟ إعطاء إمكانيات لكل غرض يريده فيصرف به الأمور. ليه مكناه؟ لأنه يصرفها على حسب منهج الحق ومنهج الإيه؟ مأمون على أن تكون عنده الإمكانيات. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء يريده، يعني من كل شيء يريده سببا يوصله إلى ما يريد. أي حاجة يريدها ادانا له أسبابها، وهو ساعة ما سمع كده اتبع الأسباب ليصل إلى الغايات، ما سبش الأسباب ويروح للغاية، لا احنا أعطيناه إيه الأسباب. ولما أعطيناه الأسباب، الأسباب أي الوسائل التي توصله إلى المراد من غاياته، هو عمل إيه؟ خد الحكمة دي والعظة والتمكين ونفذها. كل ما يعوز حاجة يروح لها يأخذ بمين؟ يأخذ الأسباب. إنا مكنا له في الأرض، وكلمة في الأرض معناها أول ما توحي بشيوع السياحة، مش مكنا له في الحتة دي ولا لا، مكنا له في الأرض، ساعة ما يروح في أي حتة يقدر يوصل. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، أعطناه من لكل شيء يريده سبب يوصله إليه. وماذا صنع هو؟ فاتبع إيه؟ السبب، لا يذهب إلى غاية إلا بالوسيلة اللي ربنا عمل له. طب حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، إذا بلغ مغرب الشمس يبقى دليل على أنه ما كانش في الحتة دي، جاي من حتة تانية. مدام جاي بلغ مغرب الشمس يبقى جاي منين؟ من المشرق. مدام جاي من المشرق ويبقى يتنقل من المشرق يروح لإيه؟ للمغرب. طيب وهل الشمس تغرب؟ هي تغرب في عين الرائي في المكان الواحد، يعني احنا وقفنا كده نشوف الشمس ساعة المغرب نقول لك ده بتغرب في الجيزة مثلا، ولا بتغرب في الإسماعيلية، ولا بتشرق من هنا. لكن لو مشينا للجيزة نلاقيها بتغرب بعد كده، مشينا لكده نلاقيها تغرب بعد كده، مشينا للإسكندرية نلاقيها تغرب عند إسكندرية، مشينا نلاقيها تغرب في البحر. يبقى غروبها أي في رأي العين غروبها بمعنى غيابها، تغرب غياب، لأن الشمس لا إيه لا تغيب، لأنها دائما إيه شارقة غاربة، تشرق على جماعة في لحظة وتكون غربة عن الجماعة في هذه الإيه. وقلنا ولذلك تتعدد المشارق وتتعدد مين؟ وتتعدد المغارب. ولذلك قلنا دي أعطتنا إيه؟ أعطتنا دوران ذكر الله في بكل الألسنة في كل الأوقات بكل الأوقات. احنا قلنا زمان نصلي العصر هنا غيرنا بيصلي الإيه؟ المغرب في الوقت ده، وغيرنا بيصلي. يبقى الله مذكور في كل وقت بكل وقت، يبقى لا ينتهي الظهر لله ولا ينتهي الفجر لله ولا ينتهي المغرب لله كله، بل بالعكس لا ينتهي الإعلام بواحدة منهما. ساعة ما جماعة يقولوا الله أكبر للأذان
يكونوا جماعة تانية يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله، وجماعة ثالثة يقولوا أشهد أن محمد رسول الله. الله، يبقى لفظ الأذان دائر ما بينتهيش أبدا، وأوقات الصلاة ليلة، يبقى يصلى لله في الوقت في كل إيه. ولذلك يقول أهل المعرفة أو أهل الشطر أو الناس المهفوفين اللي بيقولوا عليهم دولي، يقول لك يا زمن وفيك كل الزمن، يعني يا ظهر وانت فيك كل ايه، كل الاوقات فيك، يا زمن وفيك كل الايه، وفيك كل الزمن. ويسأل طيب، انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء، من كل شيء اراده سببا يعني طريقا يوصله، فاتبع ايه، فاتبع ايه، فاتبع سببا، حتى اذا بلغ مغرب الشمس اي في رأي العين، وإلا فهي لا تغرب أبدا، إنما تغرب عن جماعة في مكان وتشرق على جماعة في إيه، في مكان إيه آخر، وجدها تغرب في عين حمئة، زي ما أنت تكون واقف كده عند الإسكندرية وتشوفها غربت في الإيه، في البحر، هي ما غربتش في البحر، هتروح برضو للحتة اللي غربت فيها على أفقك، في امتداد أفقك تلاقيها غربة في حتة إيه، تبقى تاني. وجدها تغرب في عين، عين فيها ماء حمئة، احنا قلنا في الحمئ المسنون حمأ الطين الذي اسود لكسرة وجوده في الماء، ايه يسود. وقالوا بقى التحقيق اللي عمله ابو الكلام ازاد ووافقوا عليه فضيلة المرحومة الشيخ عبد الجليل عيسى جزاه الله خير، وافقوا قال لك عند حتة اسمها ازمير اللي موجودة دي، هناك العين الحمئة وهناك مش عارف ايه، وهناك تغرب في عين حمئة، ووجد عندها يعني على شط العين قوم. طيب، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. الله، ده تفويض، إذن لا يفوض إلا المأمون على التصرف، يبقى مأمون على الإيه. قال له إما أن تعذب، تعذب ليه؟ لازم كانوا كفرة، كانوا وثنيين، كانوا مش مؤمنين بإله، هل يتخذهم بكفرهم يتتخذ فيهم حسن؟ ما هو وجه الحسن الذي يريد الله أن يتخذه؟ يعني هبهم من أهل الغفلة ويقعد قول لهم على الدين، وقول لهم دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا، وبعدين اللي تلاقيه مصر يبقى أعذبه، واللي تلاقيه محسن يبقى إيه؟ أحسن إليه. فإذا هنا تفويض من الله، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم إيه؟ حسنا، يعني أمرا إيه؟ حسنا. إيه اللي هو؟ تاخدهم بالعظة والعظة الحسنة والجدية وتعرفهم، وبعد ذلك تبقى تحكم على تصرفاتهم فيما بعد. ليه؟ لجواز أن يكونوا من أهل الغفلة ولا حد قال لهم حاجة ولا حد قال لهم حاجة. قال أما من ظلم فسوف نعذبه، أي فسوف دي ادتني على أن فيه إيه؟ لأنه لو كان حيروح لهم كده وللكافر وعامله كان يقول إيه؟ نعذبه أو سنعذبه إن كان الزمن، إنما فسوف أنا حدي لهم مهلة بقى، سوف دي تدي تسويف شوية، المهلة اللي حي إيه؟ اللي حيتخذ فيهم حسن عشان يوعظهم ويفهموا الأمور المطلوبة من الله. قال أما من ظلم فسوف نعذبه، وإحنا قلنا الظلم أنواع، ظلم في القمة إنه يعمل الله شريك، إن الشرك لإيه؟ لظلم عظيم، وإن كان حيؤمن ويظلم فيما دون ذلك، أما من ظلم نعمل فيه إيه؟ فسوف نعذبه. إذن سوف ددت لنا فترة الإيه؟ الحسن اللي هو حيعمله وياه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه، يعني إحنا مش هنعذبه على قدر ما فعل، إحنا هنعذبه عقوبة دنيوية، والعقوبات الدنيوية معمولة ليه؟ علشان موازنة حال المجتمع، لأن اللي مش مؤمن بالآخرة أقعد أثنى خوفه بالآخرة، طب هو مش مؤمن به يعمل إيه؟ ساعة ما يكونش يعمل اللي هو عايزه ولا لأ؟ فنقول نديله عذاب، وإن الذين عذابا دون ذلك، قبل كده نديله شوية عذاب، العذاب دي يعملها إيه؟ حتى هذا العذاب يعمله الأمم التي لا تؤمن بإله ولا تؤمن بقيامة ولا تؤمن، بتعمل لهم عذاب عقوبة ولا مش عقوبة؟ أما من ظلم فسوف نعذبه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. الشيء النكر والمنكر اللي ما ألفناش، اللي ما اعتدناش، لأننا إن عذبنا فسنعذب بقدرتنا وطاقتنا،
ولكن الله سيعذب في الآخرة، يبقى يعذب بإيه؟ يبقى عذاب مش معروف لنا، لأنه خاضع لقدرته في الإيه؟ في التعذيب. أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، يعني غير مألوف لنا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، نديله الجزاء الإيه؟ الحسن. وسنقول له من أمرنا يسرا، يعني نقول له كلام طيب نشجعه، لما نكلفه بقى نكلفه الأمر اليسير مش الشك عليه كل دي. يبقى إذن هنا اتعمل عملية الإيه؟ الجزاء، عملية الجزاء اللي هي ميزان المجتمع. مجتمع بلا جزاءات ينتهي إلى فوضى وينتهي إلى تسيب، كما نرى نحن لما ما نعرفش أي وزير ولا أي مدير يقدر يعاقب واحد، خلاص تفسد المسائل ولا ما تفسدش. ويمكن معاناة سوء الإدارة في مصر الآن من إننا ما بنقدرش نعاقب واحد، ما دام ما بنقدرش نعاقب واحد يبقى كل يحصل تسيب ولا ما يحصلش تسيب؟ يحصل تسيب. وأيضا إن الجزاءات اللي بالحسنى قد يظفر بها الذي لا يعمل ويظفر بها من يتقرب، لو تقرب الناس بإخلاصهم في عملهم تبقى دي هي اللي تستحق الجائزة، إنما يتقربون بأساليب أخرى يجيدونها، واللي منهوك في عمله ومخلص فيه والعمل واخد كل وقته ما يقدرش لا يجامل ولا يقدر ينافي ولو فاضل الحكاية، يبقى دوك يغلبه ولا ما يغلبه شيء؟ يبقى يغلب. يبقى ميزان اعتدال المجتمع إيه؟ أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا إيه؟ وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، زي ما احنا بنعمل مكافآت تشجيعية، حفلات تكريم، ونعمل المجد مش عارف إيه، وده العامل المثال، وده المعلم المثال، وده مش عارف، بس تكون بإيه؟ تكون بحق. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا. وإلى لقاء آخر.